بالتو أحد أشجع الكلاب بتاريخ أمريكا يعود للواجهة بعد نفوقه بتسعين عاماً، فما حكايته؟ في عام 1925 نجح بالتو بإنقاذ سكان بلدة نائية في ألاسكا بقيادته مجموعة من كلاب الزلاجات لعشرات الكيلومترات وسط طقس بارد قاس لإيصال دواء مضاد لمرض الديفتيريا المنتشر هناك. صنعت له التماثيل وحنط جسده كما خلدت قصته في أحد الأفلام. أما الجديد فهو أن علماء أخذوا عينات من جلده وأعادوا تكوين كامل مادته الوراثية ليجدوا أن النتائج لم تظهر وجود أي أسلاف لبالتو من الذئاب، على عكس أسطورة تقول إنه كان ينتمي جزئياً لنوع من الذئاب. كما وجدوا أن لدى بالتو اختلافات خطيرة أقل من سلالات الكلاب الحديثة، وهو ما يفسر لهم سر تمتعه بقدرات تحمل عالية.